هذه نشرة الأخبار المفصلة من سما الفضائية، أهلا بكم ونبدأها مع العناوين. أدي فاصل قصير ونبدأ النشرة. أهلا بكم. نشرت الدفاع الروسية شريطا مصورا يثبت الدمار الذي لحق بمدينة تدمر الأثرية، وحذرت من سعي تنظيم داعش لتدمير المزيد من التراث السوري بالتزامن مع تقدم الجيش السوري بقوة نحو تدمر. من جهة أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أمله في تحرير تدمر بأسرع وقت ممكن. تمكنت وحدات الجيش العاملة بمنطقة درع البلد من صد هجوم إرهابي أطلقته أمس عدة تنظيمات تحت زعامة غرفة عمليات البنيان المرصوص. الهجوم الذي تقدمته النصرة الإرهابية بدأ وفي ريف حماة الشرقي، نفذت وحدات من الجيش كمينا بعد رصد دقيق على محور السلمية أثرية. الكمين استهدف سيارة من نوع أنتر في منطقة وادي العذيب محملة بكمية كبيرة من صواريخ جراد، والتي يتم استهداف المناطق الآمنة بها، كما تم ضبط كمية من قذائف المدفعية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا وممثلين عن الإدارة الأمريكية تمت دعوتهم إلى اجتماع أستانا. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المنغولي، كشف لافروف أن الاجتماع في أستانا سيكون بنفس الصيغة التي جرى بها الاجتماع السابق والجهات المعنية، ونظرا لنجاح الدولة السورية في تحرير كثير من الذين اختطفتهم المجموعات الإرهابية. صرح مصدر رسمي في الجمهورية العربية السورية أن الحكومة على أكدت كوريا الشمالية نجاح عملية إطلاق الصاروخ الباليستي بوكوغو كوسونغ القادر على حمل رؤوسا نووية، فيما يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بهذا الشأن بطلب من أمريكا وسيول وطوكيو، فيما أعلن ستيفن ميلر مستشار الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعتزم تعزيز التعاون مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بغية ردع بيونغ يانغ. نفذ الطراد الصاروخي فارياغ والتابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي تدريبات شملت إطلاق نيران مدفعية على أهداف ساحلية وبحرية وجوية. بالموازاة سيتم بناء حاملة الطائرات الصينية الثالثة على الأرجح بحلول العام 2021 كما قالت بعض وسائل الإعلام. وتوجد لدى البحرية الصينية حاملة الطائرات. والآن مشاهدينا تذكير بأهم العناوين. نشرتنا انتهت، يمكنكم مشاهدة البث المباشر لقناة سما على موقعنا على شبكة الإنترنت sama-tv.net وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام وتويتر ويوتيوب.